غرق داني بدمائه بعدما أطلق النار عليه من قبل والد بنيامين، والذي هدده بأنه سوف يقوم بتفجير الطائرة التي تنقل مهند إلى مملكة ولزيانا. مهند والذي تمت خطوبته على جوليانا خطوبة مفاجئة دون أن يعلم. لا تنسى الاشتراك في القناة ونبدأ الآن. مرحبا أصدقائي، نبدأ الآن بسرد أحداث الفصل 41 من روايتنا، وعلى ما انتهى عليه الفصل السابق حيث غرق داني في دمائه بعد أن أطلق عليه النار والد بنيامين. جاءت بيغلاي مسترعة في السيارة طبعا إلى منزل داني لتجده غارقا في دمائه، لتحمله إلى سيارتها وهي تضع إصبعها على رقبته لتجد نبضا ضعيفا، أي أنه ما زال على قيد الحياة، وتأخذه مسرعة باتجاه المستشفى وتحاول الاتصال بمهند، إلا أن خط مهند كان خارج الشبكة، لا توجد وسيلة الاتصال به، وأيضا من كان معه خارج الاتصال. هنا اضطرت طبعا بيغلاي الاتصال بقائد الحرس الملكي للملكة فيكتوريا. تعرفون أن بينهم كانت علاقات بحكم أن فرقة مهند أصبحت دائما تأتي إلى القصر الملكي للملكة فيكتوريا، وقالت له أين مهند؟ قال لها لا أعلم. قالت له صلني بالأميرة دايانا فورا. قال لها لا أستطيع. قالت له هذه مسألة حياة أو موت، صلني بها أيها الوغد ولا تتأخر. طبعا وسط أسرارها وغضبها أحس قائد الحرس الملكي أن هناك خطبا ما، فأخذ الجوال ودخل فورا إلى منزل السيد جونسون، لأن الجماعة ما زالوا ضمن منزل السيد جونسون. هنا دخل وقال الأميرة دايانا تفضلي تكلمي رجاء. تكلمت معها بيغلاي وشرحت لها الوضع وسط صدمة الأميرة دايانا، وقالت لها جدتي فلنسرع، إن مهند في خطر، هناك من يقول أنهم سوف يفجرون الطائرة التي سيطير بها. وسط صدمة الجميع، وأخبرتهم الأميرة دايانا بأنه تم إطلاق النار على داني وهو الآن على حافة الموت. هنا أغمي على جوليانا من هول هذا الكلام طبعا، ووقعت وحملوها معهم أيضا. واتصلت الأميرة دايانا وبلغت بيغلاي بأن تأخذ داني إلى المستشفى الملكي فورا، وأنهم سيلتقيان بها هنا. حاول الجميع الاتصال بمهند إن أنهم لا يوجد تغطية عند طبعا لا توجد تغطية لدى مهند في تلك الأثناء طبعا، وسط قلقهم طبعا. وفورا أرسلوا الرئيس الحرس الملكي باتجاه المطار لعله يستطيع اللحاق بمهند، إلا أنه الوقت كان قد تأخر حينها، كان قد مر أكثر من ساعة، وهذا يعني أن مهندا قد طار بالطائرة بالفعل. وصل طبعا قائد الحرس الملكي إلى الطائرة إلى المطار، طبعا المطار ملكي خاص، طبعا مطار خاص، وسألهم عن الهليكوبتر التي أقلت مهند. قال أحد الحرس الواقفين على المطار الخاص طبعا بأن الطائرة الملكية طارت منذ أكثر من نصف ساعة. أخبر طبعا قائد الحرس الملكي الملكة فيكتوريا بأن الطائرة قد طارت قبل نصف ساعة طبعا، وسط ذهول الجميع بأنهم لا يستطيعون الاتصال بمهند بعد أن طار، ولا يعرفون ما الذي يحدث وما الذي سيجري، وهم متجهين باستجاه المستشفى طبعا لإسعاف جوليانا طبعا، وأيضا إسعاف داني.
وهم على الطريق جاء نبأ عاجل بانفجار طائرة هليكوبتر طائرة متجهة باتجاه مملكة ولزيانا طبعا وسط صدمة الجميع وذهولهم. في نفس الوقت طبعا كان على الطريق وفي السيارة كان مهندا راكبا السيارة ومعه دارك أنجل طبعا يقود السيارة وبرفقتهم ذلك الشخص الثالث طبعا القناص الذي لم نذكر اسمه بعد طبعا. ودارك أنجل يسأل مهند ويقول له سيدي لماذا فعلت هذا؟ قال له مهند لعدة أسباب يا دارك أنجل، أولا ولا تخبر أحدا، أنا لدي فوبيا من الأماكن المرتفعة ولا ترق لي الطائرات وخاصة الهليكوبتر، ولو أنني أخبرت الملكة فيكتوريا لغضبت ولقالت لي أنك سوف تتأخر وتريد مني أن أصل بسرعة ولن تسمح لي بالذهاب بالسيارة، لذا قمت بأغلاق هاتفي كي لا تتصل بي. وسط ضحكة دارك أنجل وقال له مهند تلك العجوز لابد الآن أنها تتصل وتجدني خارج التغطية، وهو يضحك دون أن يعلم ما الذي جرى من أحداث في مملكة أنجليانا في غيابه. طبعا وصل الجميع طبعا إلى المستشفى الملكي، وهناك كانت السيارة بيغلاي بانتظارهم عند المستشفى الملكي، والذي منعوا بيغلاي من الدخول إلى المستشفى لأنه لا يسمح لأحد من غير العوائل الملكية بالدخول، إلا أن عند وصول الأميرة ديانا فورا أوعزت إليهم بدخول هذا المريض إلى المستشفى، وكانت معهم بالطبع جوليانا التي أغمي عليها من هول هذا الكلام بأن مهند لربما قد قتل بانفجار الطائرة. طبعا أدخل داني طبعا فورا إلى غرفة العناية الخاصة طبعا، وبدأوا بمحاولة إنعاشه، ثم أفاق للحظة وسألوه كيف حدث هذا، من هذا؟ قال لهم أنه والد بنيامين. وسط صدمة الجميع وغضب الملكة فيكتوريا من هذه الوقاحة قالت لهم كيف هذا الوقح يفعل هذا، إنهم بالفعل وقحون وجريئون يفعلون كل ما يريدون دون ما أن يحسبون أي حساب لنا، سوف أحطم هذه الممالك على رؤوسهم جميعا. طبعا وسط بكاء الأميرة ديانا طبعا على ما جرى، والجميع يظن أن مهند لربما انفجرت به الطائرة وقد مات، وتوتر الملكة فيكتوريا التي لا تعلم ما الذي يجري سوى أنها أرسلت فرقتها لمكان انفجار الطائرة طبعا للبحث عن المصابين ليعرفوا ما الذي جرى. وسط هذا التوتر الشديد طبعا انفردت الملكة فيكتوريا عنهم قليلا، واتصلت فورا بالأمير تشارلز أمير مملكة ويلزيانا، أجاب عليها وقال لها أمي ما الذي جعلك تتصلين بي؟ هل اشتقت بي؟ قالت له اصمت أيها الأحمق، هل لك يد بما جرى هنا؟ قال لها عن ماذا تتكلمين يا أمي؟ قالت له لا يهم، سوف نبحث في هذا الأمر فيما بعد، لقد أرسلت لك السيد آدم طبعا بين قوسين هي تقصد مهند. طبعا غضب الأمير تشارلز إلا أنه طبعا جمح غضبه ولم يتكلم، قالت له هو ينوب عني، لقد أتى باسمي، حضوره يعني حضوري، سيأتي ليحقق بمقتل الأميرين، سوف تجيب على جميع أسئلته وتساعده بكل ما يطلبه. قال لها ما هذا يا أمي؟ هل ترسلين شخصا غريبا ليحقق معي؟ قالت له ستنفذ أمري هذا ورجلك تضعها فوق رأسك، هل فهمت هذا الأمر؟ وإن لمست منه شعرة سأقطعك ووزع أشلاءك على جميع أنحاء الملكة المملكة، هل فهمت هذا الكلام أيها الوغد؟ فور وصوله إليك اتصل بي، وأغلقت الجوال بوجهه. ثم عادت واتصلت مرة ثانية به وقالت له أيها الوغد أعطني قائد الحرس لديك. قال لها لماذا أمي؟ قالت له أيها الأحمق لا تناقشني. أعطى الأمير تشارلز الجوال لقائد الحرس، قالت له أيها التافه ابتعد عن أميرك. قال لها أمرك مولاتي وابتعد. قالت له عند وصول الشخص المدعو آدم هل تعرف شكله؟ قال لها نعم مولاتي. قالت له فورا تتصل بي وتعطيني خبرا حتى وأن رفض الأمير تشارلز ودون أن يعلم، وإذا علمت أنه قد وصل ولم تعطيني خبرا سوف أقطع رأسك، هل فهمت هذا الكلام أيها الأحمق؟ قال لها حسنا مولاتي. قالت له وإن سألك الأمير تشارلز ما الذي طلبته منك؟ قل لها فقد سألتني إن كان آدم قد وصل أو لا، لا تقل لها ما الذي طلبته منك. قال لها حسنا مولاتي. وبالفعل سأله الأمير تشارلز ما الذي تريده الملكة منك؟ إلا أنه كان مرعوبا، فهو يعرف سلطة الملكة، هو يخاف من الأمير ولكن سيخاف من الملكة أكثر،
فأجابه مثل ما طلبت منه الأميرة الملكة فيكتوريا، قال له: سيدي، فقد سألتني لتتأكد إن كان المدعو آدم قد وصل أم لا، وأغلقت الاتصال. طبعا في تلك الأثناء أخرج الأطباء طبعا بنيامين من العناية المشددة ووضعوه في غرفة خاصة، وسألوا طبعا عن وضعه، فأجابوا بأن حالته خطرة، يجب أن يكون تحت المراقبة خلال يومين أو 48 ساعة، وحينها إما أن يموت أو أن يعيش. في خلال هذا اليومين سوف تقرر حياته. طبعا في تلك الأثناء طبعا ننتقل إلى مملكة سكوتلانديانا. طبعا في مكان ما كانت تجلس الأميرة تشارلوت مع حبيبها على ما أظن كان اسمه أليكس، الذي كانت تحبه، وكان والدها الأمير ألبرت وأخيها طبعا أو أخوها الأمير ويليام لا يرضون بهذه العلاقة طبعا بينهما. بينما كان جالسين يتبادلان أطراف الحديث والغزل بينهما، هنا وصلت مايا برفقة ويليام إليهما ووقفوا معهم، وصافح ويليام أخته الأميرة تشارلوت، والتي يبدو أن العلاقة بينهم ليست جيدة طبعا. ثم صافح أليكس واحتضنه وقال له: أليكس، كيف حالك طبعا؟ واستغرب الأميرة تشارلوت من تصرف ويليام، إذ أنها تعلم أن أخوها أو أن أخيها الأمير ويليام لا يطيق أليكس. طبعا قال لها الأمير ويليام: أعرفك، هذه هي خطيبتي مايا. واستصدمت تشارلوت من متى خطب الأمير ويليام، متى كانت له خطيبة. طبعا سلمت مايا على الأميرة تشارلوت واحتضنتها، إلا أن الأميرة تشارلوت دفعتها وقالت لها: لا تلمسيني. طبعا تعلمون أن لمس العائلة الملكية محرم طبعا. إلا أن الأمير ويليام وبخها، قال لها أنها خطيبتي، لا تتصرفي معها هكذا مثل ما أنا تصرفت مع خطيبك أو حبيبك كما تقول هي طبعا أليكس بظرافة. يجب أن تتصرفي مع خطيبتي بظرافة، هل هذا معلوم؟ مثل ما أنت يسمح لك بأن تحبي وتريد أن تتزوجي من شخص ليس من العائلة الملكية، أيضا أنا يحق لي هذا، ساعديني في هذا الأمر وسأساعدك في هذا الأمر. صدقت طبعا الأميرة تشارلوت كلام الأمير ويليام طبعا. بعد أن طبعا صافحت مايا الأميرة تشارلوت طبعا، ذهبت لتصافح أليكس طبعا، ولكن الغريب أنها بعد أن صافحته أيضا احتضنته وعانقته طبعا، حيث جاءت الأميرة تشارلوت وسحبتها ودفعتها، قالت لها: أيتها الوقحة، ابتعدي عن حبيبي ولا تلمسيه طبعا. واستصدمت الاثنين، وغضب طبعا هنا الأمير ويليام وقال لها: لماذا تعاملين بهذا الجفاء؟ نحن فقط أردنا أن نسلم عليكما. طبعا في تلك الأثناء طبعا ذهب الأمير ويليام طبعا ومايا، ابتعدوا عنهم طبعا، وكان أليكس يضع يده على رقبته طبعا، إذ أحس بوخزة على رقبته. سألته تشارلوت: ما بك؟ إلا أنه قال لها: لا شيء لا شيء، لم يرد أن تحدث مشكلة بينها وبين أخيها الأمير ويليام طبعا. ابتعد ويليام مع مايا وقال لها: هل فعلتها؟ قالت له نعم، ثم قال لها: أعطنيه. فأعطته، كان دبوسا طبعا، يبدو أنها وخزت رقبة أليكس في رقبته بالدبوس طبعا، دون أن نعلم لما فعلت هذا. قال لها: هيا فلنمضي، وفي المساء سوف نتصرف. ننتقل بالأحداث طبعا إلى مملكة ولزيانا، حيث وصل مهند أخيرا إلى القصر الملكي في مملكة ولزيانا للقاء الأمير تشارلز، حيث أوقفه الحرس الملكي مانعينه من الدخول وقالوا له: يمنع الدخول إلى هذا القصر. قال لهم: أيها التافهون، أنا آت إلى هنا بدعوة رسمية. قالوا له: من أنت يا سيدي؟ قالوا له: أخبر تشارلز، دون أن يقول حتى الأمير تشارلز، بأن والدته تنتظره على الباب. صدم الجميع وظنوا أن بالفعل الملكة فيكتوريا في السيارة طبعا، ولم يستطيعوا طبعا أن ينكروا هذا الخبر، وذهبوا فورا إلى الأمير تشارلز ليخبروه. كان قائد الحرس الملكي طبعا موجود في عند البوابة، وفورا أرسل رسالة إلى الملكة فيكتوريا بأن مهند قد وصل، يعني السيد آدم بين قوسين كما يقولون هما. هنا أعطاهم خبر الأمير تشارلز بأن اسمحوا له بالدخول طبعا دون أن يخرج طبعا. وعند باب القصر الملكي وقف الأمير تشارلز، حاولت طبعا الأميرة إليزابيث الخروج إلا أنه منعها، قال لها: أنت ابقي في الداخل.
نزل مهند من السيارة وتقدم باتجاه الأمير تشارلز. هنا قبل أن يتكلم مهند خاطبه الأمير تشارلز بكلمة أيها الوقح، كيف تجرؤ أن تأتي إلى هنا، ضاربا بعرض الحائط طبعا كلام والدته الملكة فيكتوريا. إلا أنه تفاجأ في تلك اللحظات بأن الموبايل جواله يرن وأن والدته الملكة فيكتوريا تتصل به، ففتح المكالمة دون أن يستطيع طبعا أن لا يرد عليها. وعندما رد عليها قالت له هل السيد آدم واقف أمامك الآن؟ ذهل طبعا أمير تشارلز، لم يعلم كيف علمت الملكة فيكتوريا. طبعا هو ظن أن مهند هو من أخبرها، هو لا يعلم أن مهند أصلا قد أغلق جوالها. وقال لها نعم، قالت له افتح الميكروفون يعني كي تسمع الصوت. قالت له آدم ادخل وتصرف كأنني أنا من تتصرف، أنت الآن بمثابة الملكة فيكتوريا، افعل ما تشاء داخل هذه المملكة، فقط اجلب لي حقيقة مقتل الأميرين. وأنت يا تشارلز، أي اعتراض على هذا الشاب هو اعتراض علي مباشرة، هذا الشاب يمثلني أنا، هل فهمت أيها الوغد؟ وأغلقت السماعة بوجهه. طبعا هي تتصرف مع والدها بطريقة شديدة جدا 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 كي لا تعطيه المجال للتفكير بأن يتراخى عن أوامرها. هنا طبعا بدأت فكاهة مهند وفتح ذراعيه مهند وقال الأمير تشارلز، قال مهند طبعا مخاطبا الأمير تشارلز، بني تشارلز لقد كبرت، لم أحتضنك منذ مدة، تعال واحتضن والدتك. واستصدمت الأمير تشارلز من طريقة تصرف مهند ووقاحته. هنا مهند بدأ يتصرف وكأنه هو بالفعل الملكة فيكتوريا. كانت الأميرة إليزابيث تقف خلف الباب وتسمع كلام مهند وهي تضحك طبعا على تصرفات مهند. نظر إليها الأمير تشارلز وقال له أنت وقح فوق ما وصفوك لي، لا تتواقح معي وإلا قطعت رأسك هنا حتى لو كنت الملكة فيكتوريا بذاتها. نظر إليه مهند وقال له لا 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 يا بني، هل تجرؤ على قتل والدتك؟ إن هذا أمر خطير، سيسجل هذا ضدك، من يستطيع أن يقتل والدته ويتجرأ على قتلها بالطبع سيتجرأ على قتل ابن أخيه. صدم الأمير تشارلز من هذا الاتهام المباشر لمهند طبعا، وقد أحرجه مهند بهذا الكلام، إذ أي تصرف إجرامي من الأمير تشارلز تجاه مهند حتى لو بالكلام هذا سيؤدي إلى أن الأمير تشارلز سيتهم بالفعل بقتل الأمير ابن الأمير ريتشارد. ثم نظر مهند إلى الأمير تشارلز وقال له هيا هيا بني تنحى، أين هي حفيدتي الأميرة إليزابيث؟ إليزابيث أين أنت؟ إن جدتك قد حضرت. وقف الأمير تشارلز بوجهه وقال له لا تتوقح أكثر. قال له مهند حسنا سوف أغادر، ولكن أنت تعلم ما الذي سيجري عندما سوف أغادر. أدار مهند ظهره طبعا الأمير تشارلز متجها باتجاه السيارة كي يذهب، إلا أن الأمير تشارلز يعرف ما الذي يحدث لو أن مهند خرج وذهب وغادر دون أن يدخل إلى المنزل. ثم قال الأمير تشارلز تعال أيها الوغد ادخل، ولكن احفظ لسانك جيدا. ما أن دخل طبعا مهند باتجاه القصر للداخل طبعا، وجد الأميرة إليزابيث بالانتظار، وهنا مهند فتح حضنه وقال لها حفيدتي إليزابيث تعالي إلى حضن جدتك. هنا طبعا وصلت درجة الغضب لدى الأمير تشارلز أقصى حدودها وقال له أيها الوغد لا تتصرف مع ابنتي هكذا. قال له لا 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 أنا أمزح، هي فقط سوف تقبل يد الملكة فيكتوريا. ومد مهند يده باتجاه الأميرة إليزابيث والذي بالفعل انحنت كي تمسك يد مهند كي تقبلها، إلا أن والدها أمسكها وقال لها تعالي أنت أيها الوقح الثانية ابتعدي من هنا. قال له تصرف معي بجدية وافعل ما شئت، ولكن لا تتوقح معي. هنا بالفعل دخل مهند وجلسوا ثلاثتهم على الطاولة وكان مستشار الأمير تشارلز موجودا. ثم نظر مهند إلى مستشار الأمير تشارلز وقال له أغرب عن وجهي أنت. قال له الأمير تشارلز من أنت كي توجه الأوامر؟ قال له مهند أنا أدير التحقيق هنا وأنا أقول ما الذي سيحدث هنا ومن سيحضر هذا التحقيق، كلكم سيتم التحقيق معكم بشكل فردي، هذا التافه سيخرج من هنا. ثم أشار إلى مستشار أمير تشارلز وقال له أخرج. صمت الأمير تشارلز والمستشار لا يتحرك طبعا بانتظار أوامر أمير تشارلز، إلا أن الأميرة إليزابيث قاطعته وقالت ألم تسمع الأوامر، هيا أخرج. فخرج مستشار الأمير تشارلز. نظر مهند إلى الأميرة إليزابيث وقال لها لأكون صريحا معك يا إليزابيث، أنا هنا لست بصفتي صديقا لك، أنا هنا بصفتي محققا. أول سؤال سأطرحه عليك، في ليلة مقتل الأمير
طبعا هو يقصد ابن الأمير ريتشارد، أنت اتصلت به ولم يجب عليك، ثم أرسلت له رسالة وقلت له أريد أن ألتقي بك لأمر ضروري في الغابة. طبعا الغابة نفسها التي كان تائها بها، وهنا تذكرونها. صدمت الأميرة طبعا إليزابيث، عفوا، صدمت وقالت له لا. قال لها مهند، أفق التحقيقات التي أجريتها، هناك اتصال منك باتجاه الأمير، وبعد الاتصال أتت رسالة منك إلى الأمير وقالت له هناك أمر ضروري يجب أن ألتقي به هناك، لا تدع أحدا يدري بهذا الأمر، أريد أن ألقاك وحيدا. وتحتها كتبت حبيبتك إليزابيث، وهو ذهب إلى هناك بناء على طلب منك. قالت له الأميرة إليزابيث، أنا لم أرسل أي رسالة. قال لها مهند، ولكن الرسالة قد خرجت من جوالك، من يستطيع إرسال هذه الرسالة غيرك؟ من له السلطة على أن يمسك جوالك ويرسل هذه الرسالة؟ إذن سيكون الاتهام موجها إلى والدك، فهو الوحيد الذي له سلطة أو قد يستطيع أن يضع يده على جوالك. هذا الاتهام سيكون موجه إليكما أنتما الاثنان. حاولي أن تتذكري في تلك الليلة من الذي وضع يده على جوالك وأرسل رسالة الأمير، أما ستكوني أنت أو سيكون والدك، أو ستجدون لي تفسيرا لهذا الأمر. وإلى هنا تنتهي أحداث هذا الفصل. لنرى في الفصل القادم ما الذي سيجري من أحداث في هذه الرواية المعقدة.